من جانبها قالت وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي أن دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان يكتبان تاريخا جديدا من العلاقات الأوثق والأقرب بين الجانبين. وزيرة خارجية إندونيسيا أكدت في كلمتها أن القمة تشكل جسرا قويا بين الدول الخليجية ودول رابطة الآسيان، مشيرة إلى التقدم الاقتصادي الحاصل بين الجانبين. نحن نكتب تاريخا جديدا، تاريخا لعلاقات أوثق وأقرب بين منطقتين هامتين بين آسيان ودول مجموعة مجلس التعاون الخليجي. اليوم نبني جسرا قويا يربط بين منطقتينا ونطور تعاونا يدر الفوائد على شعوبنا. من ناحية الاقتصاد فإن آسيان ودول مجلس التعاون الاقتصادي هما قوتان ومركزان قويتان للاقتصاد بمستقبل واعد. إن نمونا الاقتصادي السنة الماضية تجاوز المتوسط العالمي وكانت نسبته 7.5% لمجلس التعاون الخليجي و5.3% لدول الآسيان.